مع اقتراب انتهاء مباراة الهلال والشرق، وعندما كان الشرق متقدم بهدف لصفر، حدثت أعمال شغب من جماهير الهلال تمثلت برمي أنين المياه على أرض الملعب، لتتطور الأمور إلى إطلاق نار من بعض أفراد جماهير الهلال ليحل الهلع على الحاضرين من نساء وأطفال، ويختلط الحابل بالنابل، ويوصل بعض أفراد جماهير الهلال إلى غرفة ملابس فريق الشرق حاملين سكاكين ملطخين بالدماء عم يبحثوا عن مسدس ومحفظة. وتضاربت المعلومات ما إذا كان أحد هؤلاء الأفراد دخل إلى غرفة الملابس أو لا. كما حصلت حالة تكسير لزجاج السيارات خارج الملعب قبل ما توصل قوى من الجيش إلى المكان بعد حوالي الساعة ونص بظل غياب القوى الأمنية التام، الأمر يلي ما بيقتصر على هالمباراة وحدة.